لعلك سمعت بعملية إجلاء سرية لرعية جزائرية بتواطؤ فرنسي، والأمر يتعلق بالفارة من العدالة أميرة بوراوي، والتي تم إجلاؤها إلى فرنسا عبر تونس بتنسيق من السفير الفرنسي في تونس، أين كان ينتظرها في مطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية. واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية، كما أدانت بشدة انتهاك السيادة الوطنية الجزائرية، وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور لتعود التوترات من جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين بعدما عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا. مصالح فرنسا اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ففي الثلاث سنوات الأخيرة شهدت هذه العلاقات مدا وجزرا وتذبذبات، حيث وصل التوتر الجزائري الفرنسي أوجه بعد تصريحات ماكرون الاستفزازية والمشككة في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار، تصريحات ردت عليها الجزائر بقوة وأعادت النظر في علاقاتها مع فرنسا، ليخرج نفس الرئيس معتذرا بعدها ومعربا عن تمنياته في عودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى سابق عهدها. الجزائر أيضا منعت في 3 من أكتوبر عام 2021 الطائرات العسكرية الفرنسية من عبور أجوائها نحو مالي، وقلصت شحنات القمح المستوردة من فرنسا. وقبلها في نفس العام ألغى رئيس الوزراء الفرنسي في اللحظة الأخيرة زيارة له إلى الجزائر بطلب من الجزائر نفسها. وفي عام 2020 حدثت توترات حادة، أين استدعت الجزائر سفيرها صالح البديوي على إثر بث فيلم وثائقي مغلط حول الحراك في الجزائر على قناتين فرنسيتين رسميتين. استفزازات وتجاوزات قابلتها الجزائر بردود أفعال شرسة مع دولة تكن العداء بصفة مباشرة وغير مباشرة للجزائر. فرنسا عدو الحاضر والماضي والمستقبل. فرنسا تركت جراحا عميقة غير ملتئمة، وأخرى لا تزال تنزف إلى اليوم في الجزائر. فالاحتلال الفرنسي للجزائر من أطول وأبشع أنواع الاحتلالات في العصر الحديث، وتذكير فرنسا بجرائمها وماضيها الاستعماري الأسود في الجزائر طالما كان خطاب الحكومة والشعب. اليوم تستمر فرنسا في عدائها المبطن واستفزازاتها ومشروع المساهمة في إلحاق الضرر بالجزائر. فالجزائر دخلت منذ مدة معها مرحلة التعامل بين دولتين سيدتين، الند بالند ورد الفعل على قدر الفعل أو أكثر، فسيادة الجزائر خط أحمر. الجزائر وفرنسا ملفات شائكة وقضايا عالقة. منذ سنوات يتفاوض البلدين بشأن 4 ملفات تاريخية عالقة، أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، أما الملف الثاني فيتعلق باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية الجزائرية والموجودة بمتحف الإنسان بالعاصمة باريس، ويتعلق الملف الثالث بتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966. أما الملف الرابع فيخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير 1954-1962، وعددهم 2200 مفقود. ولم تتجاوب فرنسا مع أي من المطالب الجزائرية ما عدا تسليم أول دفعة من جماجم ورفات رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار عام 2020. اليوم اختلفت المعطيات وتغيرت الظروف، خاصة مع وجود خطة على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي تقتضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تحسنت في فترة ماكرون وعبد المجيد تبون. بين الجزائر وفرنسا لا يسهل قلب صفحة الماضي، فالجزائر لن تتجاوز أي خروقات دبلوماسية أو سياسية من فرنسا اليوم، وحدوث القطيعة بين البلدين لم يعد بعيدا على ما يبدو.